أنصح بناتي وأولادي من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي عدم فقدان الهوية الذاتية والتركيز على المحتوى الذي أقدمه في هذه التقنية. كثير من أبنائنا ينجرفون خلف المواضيع التي لا قيمة لها، يقلدون، يحاكون، يتشابهون دون وعي منهم. لا نحاول أن نجعل وسائل التواصل تسرق منا كل أوقاتنا، يجب أن نخصص لها وقتا معينا. نعم نستطيع أن نتواصل مع الآخرين لكن بتوقيت محدد، ولا أن نلغي بقية البرامج والأنشطة الأخرى التي تفقدنا التوازن النفسي والعاطفي والعقلي والحواري. لذلك علينا ألا ننجرف وأن نبرز هويتنا، قيمنا، كياننا، مفاهيمنا، ونعطي تأثير الآخرين بدل أن نتأثر بما يدور في تلك المواقع.